أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم حلقتنا راح تكون مع أخونا أحمد دنانة، وهي بين الخرافة والإرهاب. مثل ما بتعرف وصلنا زمان ما استضفنا أخونا أحمد. خلونا بالبداية نرحب بأخونا أحمد. أهلا وسهلا فيك أحمد. اهلا بيك يا جون، اهلا بيكم، متشكر انا معكم النهارده. أهلا بك أحمد. أصدقائي، يعني نحن الحلقة هي راح تكون نشوف العلاقة بين الإرهاب والخرافة، وكيف الخرافة ممكن تخلي الإنسان إرهابي إلى أبعد الحدود. بالبداية بس أحمد، يا ريتك شوي تعليق من عندك على هالهجومات الإرهابية، يعني الإرهابية الإلكترونية، غزوات إلكترونية على قناة الجهر. الحقيقة أي حد لا يمتلك الحجة القوية والبراهين المنطقية وعشان يثبت صحة كلامه بيلجأ للعنف وبيلجأ للعدوانية وبيلجأ للكراهية، بتملى صدره الكراهية. أنا ما أنكرش إن في بعضهم أصدقاء لينا على الفيسبوك ناس متنورة وناس متفتحة وبتتناقش معانا وبتحاور معانا، بس دي قلة قليلة جدا. يعني بالنسبة لي أنا تكاد تكون مثلا عندي 5000 صديق على الفيسبوك، ممكن مثلا تعدهم على أصابعك الناس اللي بتفهم دي، أو المتنورة، أو اللي هي ممكن يعني تسمع وجهة نظرك، تحترم أفكارك. إنما طبعا أغلبيتهم واخدين الموضوع بعنف. الشيء بالشيء يذكر. النهاردة حصل موقف أنا أحب أحكي لكم عليه وعايز أخد رأيكم فيه. انتوا اصدقائي المتنورين العقلاء، ويا ريت اسمع تعليقاتكم في كومنت جوني ارهن. الحقيقه النهارده زي ما انتوا عارفين انا ليا كذا صديق مثلا على الفيسبوك، زي ما قلت لا يتعدوا العشر اصدقاء من المنطقه اللي ايه، او البلد اللي انا جاي منها، اللي انا هاجرت منها 22 سنه فاتوا. لا زالوا أصدقائي ولا زلت أحترمهم ولا زالوا يحترموني، لأن هم ناس متنورة، فيهم الدكتور الجامعة وفيهم الطبيب البشري وفيهم كلهم يعني على قدر عالي من العلم والثقافة. فالناس دي بما إنهم مثقفين وراقيين فلسه في بينا إيه تعامل يعني، وهم دي أكسبت مي يعني ده ويا يام. فقمت من النهاردة لقيت واحد منهم عامل بوست على الفيسبوك هم بيسموه حادث، أنا شايف إن هم عملوه حادث. ليه؟ عامل بوست على الفيسبوك بصور فوتوغرافيه لسيده عايشه هي واطفالها وزوجها بيعمل في الخارج في قريه من قرى مصر، قريه من قرى مصر. في بائع للسجاد بيتردد على ايه؟ على منزلها. اهل القريه حكموا عليها ان هي زانيه وان هي لابد ان هم ينتقموا منها. وتدخلت الشرطه وانقذت هذه السيده، البلد كلها ملمومه قدام بيت هذه السيده، عاملين طبعا ارهاب ليها ولعيالها. تدخلت الشرطه وانقذت هذه السيده، وطبعا الجرايد عايزه جنازه تشبع فيها لطم، راحوا منزلين صور الموقف وفضيحه وعاملينها فضيحه ومنزلينها منشور في الصحافه. وطبعا بيشيروها الناس بيستغربوا، يعني بصوا الاخلاق، يعني عديمه الاخلاق الخاينه، متزوجه وجوزها مسافر وبتخونه وكلام زي كده. فانا كان رد تعليقي ايه على الموقف ده؟ تعليقي على الكلام ده قلت له بص حضرتك، العلاقات العاطفيه دي امور شخصيه، ما ينفعش ان احنا نحشر. بمعنى ان دلوقتي الناس بتتزوج وبتنفصل، ده شيء مش ده عادي في طبيعه البشر، عادي بوي فريند وجيرل فريند وبيرجعوا دي بريك اب. مش معنى ان الست ديت حبت راجل تاني غير جوزها ان هي خلاص نحكم عليها بالاعدام ونذبحها. قد يكون التصرف من ناحيتها في يعني not moral enough او في نوع من الخيانه، بس دي امور عائليه تخلصها هي وجوزها. والله يا عم انا ما بحبكش no more، انا بحب بائع السجاد، لو سمحت طلقني. او هو يكتشف مثلا هم اهل القريه يقولوا له ده مراتك بتخونك وانت مسافر، فينفصل عنها وتنتهي القصه. بس مش عقوبه فعل تصرف زي دي ان احنا نفضح هذه السيده، ان احنا نكتب عنها في الجرايد، ان احنا نشير خبر على الفيسبوك، ان احنا نرهبها ونرهب اولادها. القريه بالكامل تقف امام منزل هذه السيده تريد ان تنتقم منها، وكانها يعني ضرتهم في شيء. بيترجموا بقى الصلاعمه راي دوت، لان انا دايوس وان انا خروف
وفضلوا يشتموا بقى اصدقاء هذا الشخص، انت يا كافر يا ملعون يا ديوس يا خروف يا يا. انا بتكلم في نقطه هم مش قادرين يستوعبوها، الا وهي حقوق الانسان، الادميه، الانسانيه. هم بعاد تماما عن كل هذه الاشياء. قوانين الدين وسلطته وتحكمه في عقولهم بدرجه كبيره جدا، لدرجه ان هم خلاص فقدوا انسانيتهم، ما عادش في انسانيه. فالامر خطير يا جماعه، انا شايف ان الامر خطير صراحه احمد. يعني شيء عجيب انه يتصل الثقافه هي الفاضيه، الثقافه العقل الجماعي، انه يصل يتدخل في ادق تفاصيل حياتك ويجعل من علاقة زواج، حب، whatever it is، يعني يجعلها تنكتب بالجرائد، واللي يكتبوا بالجرائد المفروض يكونوا مثقفين، المفروض يكونوا متعلمين. انه اليوم اذا واحدة خانت زوجها شو دخل دين امي، مثل ما بقولوا اخوتنا المصريين، بمسألة انه انسانة حرة في ذاتها. هالشخص هذا اكيد لو العلاقة راسخة ما كان خانته، يعني هو خيانة زوجية. وشو يعني هل الخيانة الزوجية ممكن نحطها بجرايد ونحكي فيها؟ وشو علاقتك انت اذا هي خانت زوجها؟ العلاقة هي زوجها بس. بالظبط كده، ده اللي انا كنت عايز اوصله من تعليقاتي، ان دي ده امر او مشكلة تخصها هي وجوزها فقط، وان انتم ملكوش اي دعوة بالموضوع ده. طبعا اتسبيت واتشتمت واتلعن سلسفين اللي جايبني، واحد منهم قال لي انت ملحد، انت المفروض نقيم عليك الحد. يعني هو اوتوماتيك ده كان رد فعله، اللي هو القتل. انت تتعارض معي، اذا انا اقتلك. انت لا تؤمن بما اؤمن به انا، اذا انا اقتلك. انا معايا الحق ان انا اقتلك. طبعا ده شيء خطير. هو اوريدي انهى مجتمعات في بلاد، خلاص انتهت، جت على الارض وده شيء محزن، لان دول اخواتنا وبلاد زينا، بتتكلم لغتنا زينا من جنسنا. نحزن ان يحصل لهم كده، بس ايه اللي خلى يوصلوا للدرجه دي؟ هذا الفكر المريض. وبعدين يقول لك ايه، انت كده بقى ما عندكش مشكله في بيوت الدعاره. قلت له حضرتك فرق بين ممارسه الجنس مقابل المال او البروستيتوشن، وده انا ضده، لانه بينقل الامراض، لانه ممكن يجي طفل ما يعرفش مين ابوه، مع الاخلاقيات. بس انا مش ضد الحب، ان اتنين يحبوا بعض ده ما فيهوش مشكله. لا، هو عنده مشكله في ده كمان. حبيت يعني أصلاً يعني الدعاره هي اللي عم بيحكوا فيها، الدعاره نحن نرفضها. ليش نحن نرفضها؟ لانه انسان يبيع جسده، وهذا مرفوض اخلاقيا ومبدئيا. انه انسانة تضطر تبيع جسدها لشخص يملك المال، يعني يمتلك الجسد في مقابل المال، وهذا مرفوض كمبدأ، كضمير، كأخلاق، اكيد يعني. ولكن العلاقات الانسانية بين بعضها، انه الانسان حر يشارك جسده مع اي انسان اخر. للأسف يعني لو حتى تنظر، اذا الدعارة المشكلة انه الدين قلب مفهوم الأخلاق. يعني ترجوع القرآن ذات نفسه اللي أخوتنا بأمنوا فيه، هو ذات نفسه يحض على الدعارة. يعني وما استمتعتم منه بهن أعطوهن أجورهن، وآيات أخرى كثيرة يعني تسمح بالدعارة. للأسف الشديد الدعارة الرسمية الشرعية لا يعتبرونها دعارة، يعني زواج المسيار وزواج العرفي وزواج السياحي وما بعرف شو، هذا كله دعارة يعني شرعية رسمية في دين الإسلام للأسف الشديد. وهذا اللي بخلي يجعل مهمتنا صعبة يا أحمد. يعني نحن هدول أهالينا، مثل ما قلت، هدول ناسنا، أخوتنا، جيراننا، أصدقائنا، وبصراحة يحزن القلب عليهم ويجعل مهمتنا صعبة إلى أبعد الحدود. تفضل يا احمد، اذا في عندك اي تعقيب. انا بس كنت عاوز اقول الحياه ابسط من كده بكتير قوي، ما تعقدوهاش. يعني انت بتتعس نفسك بنفسك، انت لما بتعقد الامور انت اللي بتتعس نفسك بنفسك. انت يعني شعورك بالكراهيه ده، ان الانسان يكره ده شيء صعب جدا. انت قايم نايم كاره، يعني عيش تيدي لما تبقى كل حياتك كاره للمختلف عنك.
الناس مختلفة، لازم تقبل الحقيقة ان الناس مختلفة، غيرك يعتقد بشيء اخر. كل انسان حر يعتقد ما يشاء، انت ما ينفعش تفرض اعتقادك على الاخرين يا موانهي خالص. هل اكلك لي ده بيأكد صحة معتقدك ولا بيقلل من شأن معتقدك؟ ده السؤال اللي انا عايزك تسأله نفسك، ده السؤال اللي انا عايزك تسأله نفسك. لسه برضو من كام يوم بنت عندنا في الزقازيق لابسه ميني سكيرت، لابسه ميني سكيرت ونازله بتخرج، البنات الانثى تحب تكون جميله، دي طبيعه فيها، الطبيعه عملت فيها كده، زي الورده الجميله ليها ريحه حلوه، لازم تبقى شكلها حلو، لازم يبقى ريحتها حلوه علشان يحصل تحصل تكتمل الحياه، الحياه ما تقفش، يوم تيجي النحله تلقى حبوب اللقاح، يوم يجي ورد صغير يفضل الورد موجود، بقاء النوع. انت ليه مش عايز تفهم حاجه زي كده؟ هي طبيعتها جميله يا اخي، هي لازم تبقى زي ما انت عايز تعمل ذكر وتخشن صوتك واخد بالك وتوري عضلاتك، هي كمان عايزه تبقى انثى وحلوه. انت ليه عندك مشكله في ده؟ انت ليه عايز تنزع من الناس طبيعتهم؟ باي حق تنزع من الناس طبيعتهم؟ هي كده تكوينها كده حلوه سكسي، انت ايه مشكلتك؟ لازم انت اللي تتحكم في نفسك. بصراحة أحمد، يعني أن الفكر الإسلامي هذا عجيب متناقض إلى أبعد الحدود. يعني في 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 جهة بيقول لك مثلاً إذا المرأة تتجمل وتساوي تنمص وهذا تغيير لخلق الله، وترغمها أنه ما تمارس طبيعتها، هذا مو تغيير لخلق الله. مثلا بسموه التطهير او الختان، هذا ما هو تغيير لخلق الله. يعني المشكله في عقليه مزدوجه، شيزوفرينيا ما هي معقوله عند الاخوه المسلمين. على كل حال خلينا ندخل موضوعنا اخوي احمد، وهو الخرافه ما بين الخرافه والارهاب. نشوف علاقه الخرافه والارهاب بيج. بالبداية خلينا نعرف الخرافة، ما هي الخرافة يا أحمد؟ الخرافة هي أي شيء غير منطقي لا يصدقه العقل فهو خرافة. قصة أبو رجل مسلوخة اللي كانوا بيحكوها لك وانت صغير، هذه خرافة، لأن ما فيش حاجة اسمها أبو رجل مسلوخة. القصة دي تألفت علشان العيل لما يتشاقى تقولها له يقوم يخاف يقوم يقعد ساكت، إنما هل أبو رجل مسلوخة موجود؟ لا، ما فيش حاجة اسمها أبو رجل مسلوخة. فهي الخرافة، الخرافة هي أي شيء لا يخضع للمنهج العلمي، التجربة والمشاهدة والاستنتاج، هي خرافة من وجهة نظر. يعني مثلا هلا تقول لي جهنم خرافة، كمان الجنة خرافة؟ عندك دليل على ادعائك ان في جنة وفي نار؟ هل انت تقدر تثبت لي بالتجربة ان في جنة وفي نار؟ لو تقدر انا اول واحد هقوم بالكلام ده. ولكن توارثنا هي وديننا الحنيف، دين محمد يقول ان هناك جنة ونار، يعني هذا اكبر دليل. الدين سواء دين محمد او عيسى او موسى او اي دين، انا بعتبره كلا ديني ان هو قصص اسطورية طورت على مر العصور لما وصلتنا بالشكل اللي هي عليه الان. المجتمع، بعض المجتمعات الغير متعلمة الغير مثقفة بتفرض هذه القصص الاسطورية الخرافية وتقول لك ان ده دين ولازم تصدق فيه والا يقام عليك الحد. دي اشياء غير منطقيه ومش من حقك ان انت تفرض. انا ممكن نجي اقول لك دلوقتي ايه، انا ممكن اعمل العجله دي تمساح. هتقول لي ازاي تبقى العجله تمساح؟ هقول لك انت لو ما صدقتنيش ان انا اقدر اعمل العجله دي تمساح انا هطير رقبتك. هذا ما تفعلونه انت الان، هذا ما تعرضه عليا انت الان. اما ان اصدق بمعتقدك وحكاياتك وقصك واساطيرك، او تتخذ مني موقف عداني، او تتخذ مني موقف عداني. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الزمن اللي احنا عايشين فيه الوقت ده، عشان اي مجتمع ينجح ويعيش شعب هذا المجتمع ومواطنين هذا المجتمع في سعاده وفي رخاء وما يكونش ناقصهم حاجه، لازم حاجه اسمها المواطنه. يعني ايه المواطنه؟ وده اللي بتقدمه العلمانيه اللي انت رافضها لمجرد الرفض. البعبع العلمانيه، بعبع شبح، لا بد من تقبل الغير والمواطنة. انا على فكرة انت دايما بتقول ان انا بهاجمك عشان انت مش متقبلني. طب جرب تتقبلني كده، انا يا عم مش هاجمك تاني، انما انت مش متقبلني، انت عايز تموتني ومش عايزني هاجمك. تعالى تقبلني على خلاص، وانا لا هجيب يا عم سيرة معتقدك ولا انت تجيب سيرة ايه نظريات العلمية،
كل واحد في حاله، نتعامل علينا مواطنين. انت ليه صعب عليك؟ انت ليه خايف مني؟ انا ليه بشكل لك تهديد وخطر؟ ليه؟ مش انت واثق ان هذه الحقيقه؟ خلاص يبقى مفيش داعي للعنف لاثبات هذه الحقيقه. الحقيقه لا تحتاج للعنف لاثباتها، لا تحتاج للعنف لاثباتها. ده موقف الضعيف. للاسف نحن تعودنا، يعني يا اما انا او الطوفان مثل ما بقولوا، ستقبل افكاري مهما كانت خرافيه، لا نعرف ما النقاش، لا نعرف الاخر، لا يعني هالاشياء هي بعيده عن ثقافتنا. ونحن مثل ما قلت كمان مره اخرى اقول انه مهمتنا صعبه، ومهمتنا انه نزرع الثقافه هي في اهالينا، انه يتقبلوا الاخر ويعرفوا انه هم ليسوا الوحيدين على هذا الكوكب. على كل حال اصدقائي، انا يعني اطلب من كل اصدقائي واتمنى يلبوا لي الطلبات، ينشروا اللينك الحلقه حتى يتابعونا اكبر عدد ممكن من الاصدقاء. مثل ما بتعرفوا قناه عمره كل اسبوع، يعني للاسف الشديد اصدقائنا اللي ما بيتقبلوا حتى الكلمه الناقده يعتبروها شتيمه وسخريه، وللاسف الشديد هذه العقول المسكره يعني ما عندهم طريقه غير تكميم الافواه. وشفنا كم قناه صار يسكروا لي للاسف الشديد، يعني وجماعتنا ما بيعرفوا غير هالطريقه. فاتمنى من الاصدقاء معاونتنا ونشر رابط الفيديو حتى يصل لاكبر عدد ممكن من الاصدقاء. طيب يا احمد، خلينا نروح السؤال الثاني. برايك ما مدى المنطقيه والواقعيه في النصوص القرانيه؟ يعني القران فيه كثير نصوص وخصوصا عن الغيبيات، يعني خلينا ناخذ موقف النصوص الغيبيه مثلا في الاسراء والمعراج، في قصة يونس، قصة أهل الكهف، كثير قصص ويوسف، ويعني هل النصوص هي شو المنطقية فيها على أرض الواقع؟ هل النصوص هي قابلة إنه تتصدق كواقع؟ بالطبع لا أخي جون، على الأقل بالنسبة لي. طبعا فكر الناس ونسبة ذكائهم بتختلف من شخص لآخر. أنا ما بقولش ده لأن أنا أذكى منك، لا، بس أنا كان عندي الشجاعة الكافية والقدرة الكافية إن أنا أعرف إيه هي الحقيقة، أو أحاول أعرف إيه هي الحقيقة، وإن أنا أتخذ موقف واضح وصريح، أكون فيه صادق مع نفسي. أنت خايف تتخذ الخطوة دي، ولك حرية الاختيار. أنا لا أدعوك لأي شيء، أنا بس بقولك تقبلني كما أنا حتى أتقبلك، يعني بس ده اللي أنا عايز أقوله. طبعا أنت كده بترجعني لسؤال، أنت ليه تركت الدين أو ليه بقيت أصبحت لا ديني؟ أنا من خلفية إسلامية. الحقيقة لما زاد العنف في بلادنا العربية ولم تقصر الصحافة والإعلام العربي في تقديم صورة حية للمأساة اللي عاشتها سوريا، والمأساة اللي بتعيشها العراق ولبنان وأمين واليمن وليبيا، كل المآسي وكل الصراعات والدماء اللي بتسيل في كل مكان هناك دي، الإعلام ورهنا. وده خلانا نسأل، هل يا ترى الناس دي على صواب؟ لما شفت، انا ما كنتش الاول بسال نفسي، بس لما لقيت الوضع كده، الله، طب ايه بقى الناس دي بتعمل كده ليه؟ فابتديت بقى اجيب الدين، وابتديت ان انا اشوف فيديوهات لناس باحثين في هذا الموضوع، منهم العظيم سيد القمني والاستاذ حمد عبد الصمد. الناس ديت عندها شرح وافي وتفصيلي لكل القصص في القران. لقيت طبعا ان في اشياء كتيره غير منطقيه ولا يقبلها العقل ولا تقبلها الانسانيه. فابتديت ان انا، الله، طب انا ازاي كنت مأمن بالكلام ده؟ اتضح ان انا وملايين غيري من المصريين ما يعرفوش ايه دينهم، ما بحثوش فيه. وانا متاكد ان المصري ذكي كفايه ان هو لو بحث وتعمق هيعرف الحقيقه لوحده من غير ما حد يقول اي حاجه، هو لوحده كده زي ما انا عرفت لوحدي كده. واخد بال حضرتك؟ انا دلوقتي عندي سؤال هون. انت الهالة المقدسة هي اللي كانت، طبعا كل مسلم بتعرف انت في عنده شيء ممنوع اللمس، شيء مقدس ما بيقدر
يفكر فيه، حتى بيخاف يفكر فيه. انت كيف تعاملت مع هالموضوع؟ كيف تعاملت مع المقدس؟ كيف عقلك سمح لك انك تدخل منطقة الممنوع وتسأل او تشك على الاقل؟ انا ما اقدرش انكر ان وجودي في امريكا طبعا هو السبب الرئيسي، لان احنا هنا كلنا في فريدم اوف سبيتش وفي حريه. يعني مش ما حد، لو انا لسه عايش في الزقازيق مثلا بسمع الاذان بيخش كل خرم ابره في البيت كل 5 مرات في اليوم، وفي ناس تحت لابسه جلالين بيضه بتقول انت صليت الجمعه ولا ما صليتش، طبعا هيبقى في رعب من اني حتى افكر. فانا يعني احنا عايزين نعذر برضو الناس اللي هناك، واخد بالك؟ لكن طبعا وجودي في بلد فيها حريه وفيها حريه فكر وحريه تعبير وكلام من ده ساعد كتير. تاني حاجه قدسيه، فكر ورجع القدسيه تاني. هو انا بقول لك دمرها كسرها ارميها في الزباله؟ لا، رجعها تاني، بس فكر. اصل طول ما هي انت شايفه مقدس عمرك ما هتسال ليه، عمرك ما هتسال ليه. انما لما تتعامل معاه كنص بطريقه بحث علمي، هذا النص منطقي او غير منطقي، وهتقدر تعرف الحياة لوحدك. فأنا ضد العنف، أنا ضد الأكل. حياة البني آدم غالية جدا، مش بالسهولة إن احنا نزق أرواح وننهي حياة ناس. الناس دي عندها أسر، الناس دي عندها أولاد، الناس دي عندها، مش مجرد الاختلاف ده يديك الحق إن أنت تنهي حياته. مش مجرد إن هو اختلف معاك أو انتقد فكرك يبقى ده يديك الحق ان انت تنهي حياته عشان انت اللي صح. ده بيخليك اجلي، يخليك وحش، يخليك ناس تنفر منك. ف اتفضل. نعم يا حيف، انا اتمنى من اصدقائنا واهالينا يتفهموا هالقصة هاي ويعرفوا، يعني بما انه ثورة المعلومات بدأت وصار لها 10 سنين على الاقل يعني، وكل ما له بزخم، اتمنى يعني يفتحوا عيونهم. للاسف الشديد يعني حادثه مثلا صارت في لندن، في كثير ناس من اهالينا ما بيعرفوا شو صار اصلا، يعني ولا بيسمعوا اصلا، مع انه الواتساب بايدهم، الانترنت بايدهم، ولكن مع ذلك بعيدين عن العالم الخارجي. اتمنى الناس تصل لمرحله تعرف انه في ناس غيرهم عايشين على الكوكب، في افكار غيرهم، في 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 شيء غيرهم، هن لسه عايشين في القرون الوسطى. اتمنى يوصلوا لهالمرحله. طب خلينا نروح على سؤال اخر اخوي احمد. العلم الحديث هو برايك يؤيد النصوص القرانيه؟ يعني في شيء مثلا اي اختراع طلع في هالعلوم هي مثل ما بيدعوا اصحاب الاعجاز العلمي يؤيد النصوص القرانيه، يؤيد الاحاديث النبويه بشكل من الاشكال؟ تفضل. هرد عليك رد بسيط جدا. هل تعتقد ان في زوج من طائر البطريق ذكر وانثى اخذوها مشي من القطب الشمالي علشان يركبوا سفينه نوح وينجو من هذا الطوفان، وبما ان الاله عايز ينهي الحياه على الارض ويبداها تاني، ليه من الاول ما خلقش المخلوقات اللي هو عاوزها، اللي تعمل له الحاجه اللي هو عاوزها؟ اسئله زي دي هم طبعا بيعتبروها خط احمر، بس انت لازم تسالها لنفسك. العلم توصل لاشياء كتيره الدين ما قدرش يفسرها. الدين قال ان الشمس بتغرب في عين حمئه، الموضوع ما طلعش كده خالص. الدين قال ان في 7 سماوات، الموضوع ما طلعش كده خالص. طيب اصرارك على فرض عدم المنطقيه ده مش ده مش ده, ده مش هيوصلك للي انت عايزه، ده مش هيوصلك للسياده ان انت تبقى سيد بهذه الافكار. لا، لان في ناس كتير قوي بتفكر، في ناس كتير قوي تقدر تميز المنطقي من غير المنطقي. انت بتدي نفسك الحق ده وانا شايف ان هو مش من حقك. العلم نظريه البيج بانج مثلا، انا استغربت جدا لما لقيت صديق لصديق، يعني فريند اوف فريند، دكتور بشري في القصر العيني وما عندوش فكره يعني ايه نظريه البيج بانج. اضطريت ان انا يعني على قد يعني ما يعني بالعاميه كده اشرحها له في كام سطر، وكتبت بتاع 10 12 سطر، وبعدين حسيت ان انا كلامي طال فهيزق، فقلت له انت زهقت ولا اكمل؟
لقيته فعلا زهق، يعني هو ما عندوش حتى استعداد يعرف الموضوع ده بيتكلم عن ايه. انا بكلم حضرتك في دكتور بشري في من اكبر جامعات القاهره، اكبر مستشفيات القاهره، مستشفى قصر العيني، راجل يعني بيخش اوضه العمليات وبيعمل اوبريشنز على مرضى، يعني مش عايز ليه؟ لانه عارف انها تختلف مع معتقد مع دينه، هو عارف ان هو لا يؤمن بده لا يؤمن بده، ما ينفعش يجمع بالاثنين. فهو الموضوع ده طبعا مقرقه جدا ومقلقه جدا، فهو عايز يقفل الباب من اساسه وما يتكلمش فيه. انت واخد بالك نظريه التطور؟ انت عايز تنكر ايه؟ عايز تنكر حقيقه؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه، تقدر تقول لي اين ذكر الديناصورات في الاديان السماويه؟ الديناصورات كانت موجوده ولا مش موجوده؟ الديناصور كان موجود والحفريات بتثبت ان هو كان موجود. طب ليه الكلام كله عن جمل عن معزه؟ يعني طب والديناصور كان ايه وضعه؟ يعني انا عايز افهم جاء من هذا القبيل. يعني انت لما تيجي تفكر الله ده في حاجه غلط بقى. وبعدين بيقولوا هم دايما ايه بقى كلامهم لما تيجي تكلمهم كده يقول لك ايه؟ يعني انت عايز المجتمع يعيش من غير دين ومن غير فضيله ومن غير اخلاق؟ يا سلام. والبنت اللي تحرش بيها اول امبارح 100 شاب في الزقازيق، دول كانوا الاخلاق واخدينها منين؟ ما ترد عليا، ما هو انت عامل له كابت جنسي، لا عارف يتجوز ولا عارف يعمل جيرل فريند ولا عارف يكتشف الانثى ايه هي. انت من اول ما بيخلص مرحله ابتدائي فصله عن الانثى، ما عندوش اي فكره الانثى دي عباره عن ايه او بتحس بايه او تفكيرها ازاي او كده، هو باصص لها على انها جنس. هو شايف الشاب من دول في مجتمعاتنا العربيه شايف الانثى جنس بس كده، مش شايف اي نواحي ليها تانية، انها انسان زيه، انها بتفكر، انها ليها طبيعتها المختلفه، ان الكلام ده هو ما عندوش فكره عنه ولا عايز يعرف. هو بيبص لها جنس. 100 شاب يتحرش، اكتر من 100 شاب يتحرش ببنت مسكينه ويتطاولوا عليها وكادت ان تفقد عذريتها في هذا الهجوم. والاعلام يقول لك ايه؟ انا مش مصدق ان الشرطه اتحركت من مكانها وراحت لموضوع تافه زي ده. الشرطه عندها ارهاب وعندها هي مش فاضيه للهبل ده. يعني ايه يعني؟ الله، انت بتاخد ضرايب مني على الكلام ده؟ انت المفروض تحميني، انت مجنون. بنتك دي ولا اختك هتسالها تعمل فيها كده؟ يعني يعني المجتمع كالمجتمع المصري مثلا، يعني هل البنت اللي تحرشت بيها والشباب اللي عم يتحرشوا، يعني طيب هل بنات مو لا بنات مجتمعك؟ يعني ما جو من المريخ مثلا، يعني اختك ممكن تكون في نفس الموقف في اي لحظه. يعني على اي اساس تعطي نفسك الحق انسانه ماشيه بالشارع مهما كانت شكلها وجمالها ولا يعني مثل ما شفنا؟ يعني هو المسألة ما هي مسألة لباس، أنه بتحرشوا بكل أنواع الملابس، يعني كله يعني كانت مغطاية من مغطاية على الناس ده تتحرش. فيعني كل واحد يحط نفسه بنفس الموقف. يعني الخوات ما عندهم خوات، يعني هم ذكور فقط. يعني للأسف ما بعرف كيف هلا العقلية هي تشتغل. على رأيك أكمل كلامك، الموضوع مش موضوع إنها عشان بنت شكلها حلو وسكسي هم اتحرشوا بيها. طب ما قبليها الطفلة اللي عندها سنتين اللي اغتصبها واحد مريض، طفلة ما كملتش عندها سنة 8 شهور بتلبس بامبرز، مسمينها حتى المصريين فتاة البامبرز أو طفلة البامبرز، أو عند بيبي يعني هو اغتصب بيبي. أنت متخيل؟ بلاش دي ستة عندها 60 سنة راكبة توك توك خدها برضه في حته مقطوعه عايز يغتصبها. الموضوع مش موضوع، الموضوع عندكم مشكله، في مشكله انت لازم تعترف ان انا مريض وعندي مشكله وعايز اتعالج. جنس 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 جنس. وبعدين من يتعمق منكم في هذا الدين عايز يموت نفسه عشان الجنس؟ انت هنضحك على بعض؟ مش هنضحك على بعض. ما تخليك صادق مع نفسك. الوعود اللي وعد بيها الاله ايه؟ نسوان وخمره وفاكهه مما تشتهون وبتاع. هو بيموت نفسه مش عشان ياخد الريوردز دي، مش عشان ياخد الحاجات دي، ولا هو بيموت نفسه ليه؟ عشان في يعني انت لو احنا قلنا له لا الموضوع مش كده، مش هتاخد الكلام ده، انت هتطلع فوق تلعب باسكت بول مثلا، الريورد باسكت بول، هيموت نفسه عشان باسكت بول؟ لا، هو بيموت نفسه عشان انت وعده بعد ست. مش هي دي الحقيقه؟ ولا احنا انتوا عايزيننا نعمل ايه يعني؟ نغلط نفسينا يعني؟ مش فاهم احمد. يعني هلا
يعني في شغلة كتير مهمة بيضغطوا عنا أخوتنا المسلمين أنه يعتبرهم محمد هو القدوة الحسنة، وهذا أكيد يعني. ومحمد إذا بتروح على سيرته بتلاقي كلها قتال أو نساء، يعني زوجات محمد، نكاح محمد، محمد يعني في بيقول لك حبب إلي من دنياكم الطيبة والنساء، يعني هي فلما بيقول لك الطيبة والنساء يعني قدوة الأمة أحب إلى قلبه النساء، فما بالك يعني أكيد المقتدي بهالقدوة هي رح يحب النساء إلى درجة أنه يتحرش فيها بالشارع، شيء أكيد يعني. مما لا شك فيه أن هذا الفكر فكر مريض. طبعا دلوقتي العقلاء في بلادي عايزين يعملوا له تنقية وإعادة للخطاب الديني، عايزين يجددوه ويشيلوا منه الأشياء اللي فيها عنف ومنطقية وإيه ويطرحوه في السوق تاني بشكله الجديد بالغلاف الجديد بتاعه. أنا بضم صوتي لصوت الأستاذ حمد عبد الصمد إن فعلا لا يمكن الإصلاح، لأن ببساطة شديدة جدا الإسلام بيعرض عليك ثلاث حاجات، ما فيش حاجة رابعة، هم ثلاث أشياء: يا تسلم يا الجزية يا القتل. مواطنة وتعايش، مفيش مواطنة وتعايش، هو ما هو ما هو دين ودولة، هو كده، واخد بالك؟ على كل حال عشان ناخذ كل الأسئلة، طبعا الأصدقاء اللي طرحوا أسئلة راح نجاوب على أسئلة في نهاية الحلقة، بس نخلص الأسئلة الموجودة عنا وراح نجاوب عنا بنهاية الحلقة، وأتمنى من كل الأصدقاء المشاركة طرح الأسئلة حتى تكون الحلقة غنية للجميع. وأتمنى مثل ما قلت يعني قناتنا لسا ما كملت الأسبوع، بكرة بصير عمرها أسبوع، أتمنى من كل أخوة المشاهدين يشتركوا بالقناة ويوزعوا رابط الحلقة حتى يصل صوتنا، يكون له صوتنا صدى. أشكر جميع المتعاونين معنا. طيب يعني برأيك أحمد شو هي أهم السمات اللي بتركها الإسلام على أي شعب يغزي أو يدخله أو أي شعب يعتنق الإسلام؟ يعني خلينا نأخذ مثلا شعوب غير الناطقة بالعربية، مثلا شعوب باكستان، أفغانستان، في سمات مشتركة بالصومال، بشعوب أفريقية كتير. شو هي السمات الأساسية للإسلام أو تأثير الإسلام على هالشعوب هاي؟ شو بطلع منها إذا دخل شعب ما بالإسلام؟ يعني خلينا، أنا ما كتير بأخذ المقارنة هاي، لو إسبانيا بقيت مسلمة ماذا ستفرق عن المغرب مثلا؟ يعني تفضل. أول حاجة في الإسلام هي احتكار المرأة. المرأة في الإسلام حقيرة. ليه حقيرة؟ هو طبعا بيقولوا غير كده طبعا، لا ده كرم المرأة ومش كرم المرأة. يعني كرم المرأة؟ انت بتقول الذكر مثل حظ الانثيين، شهادة المرأة في المحكمة ما يتخدش بيها، مش عارف عايز ايه، اتنين قدام واحد ولا اربعة قدام راجل، اربع ستات يساوي راجل، حاجة زي كده. فانت ازاي بتقول ان هو كرم وكلام زي كده؟ كرم منين يعني؟ بناء على ايه؟ مش فاهم. الراجل ليه الحق ان هو يتجوز كذا مرة هي ملهاش الحق؟ انت طبعا، وهو ده سبب المشاكل عندهم، التحرش. ما برضو بيعملوا التحرش والكلام ده في المانيا، وعملوا لهم جنان في المانيا هبلنها هناك ميركل. لا، الاسلام اول حاجه بيدفع المجتمع ان المراه دي خلاص ارميها في الزباله بقى، دي حاجه للجنس كده، تعمل معاها جنس بس، واخد بالك؟ تاني حاجه العنصريه، المسلمين يروا انهم يمتلكوا الحقيقه المطلقه، واي حد اختلف عنهم فهو كافر وهو عدو وخلاص، بيبص له نظره عدائيه، فبيبقى منغلق على نفسه وبافكاره المريضه ديت. وعشان كده مفيش بلد ماشية بالإسلام إلا إذا كان عندها مشاكل. الدنيا اتغيرت، ما ينفعش تطبق الكلام ده النهاردة. النهاردة لازم يكون في مواطنة، لازم يكون في تقبل الآخر. أسبانيا دخلها الإسلام، ما كان دخلها الإسلام، بس أسبانيا دي محظوظة، نفدت بجلدها. هي لو كان فضل فيها الإسلام هي كانت بقت زيها زي بقية الدول، ليبيا بقى والعراق ومصر والكلام من ده، ومشاكل وبتاع وفقر، انما الناس عايشه حياه 100 100، والناس مبسوطه 100 100، 10 على 10، بعيد عن هذا الفكر
المريض، واخد بالك؟ بنهاجم ليه؟ بنهاجم لان انت رافض تتقبلنا. ما ينفعش، الدنيا مش ليك انت لوحدك، الكره الارضيه مش ليك انت لوحدك، في ناس تانية كتير مختلفه عنك. وبعدين انت مش تحترمني، طب ما انا برضو ما مش احترمك. ما هي موضوع بسيط جدا يعني، فكر فيها كده، هتلاقي ان انت مش صح خالص يعني، مش اون تراك يعني. ف احنا بنتكلم وبنعبر عن راينا وبنعبر عن افكارنا، دي في البلاد اللي انت بتسميها بلاد الكفر، دي حقوق انسان. انا من حقي ان انا اتكلم، من حقي ان انا اعبر رايي، ومن حقي اقول افكاري. انت ليه بتيجي عندي ودام انت عارف ان انا ده فكري وده اتجاهاتي؟ ما تجيش تتفرج على فيديوهاتي، ما تخش على الفيسبوك بيج بتاعتي وتقرا انا كاتب ايه، ما دام انت الموضوع مضايقك قوي كده تتقبلني، او الموضوع بيغيظك قوي كده، بحس انتوا متغاظين يعني، عارف لما بيبقوا متغاظين جدا، طب انت ايه كم الكراهيه دي، وايه اللي جايبك الناحيه دي اصلا، واخد بالك؟ مالكش فيه خلاص، ما تجيش الناحيه دي. انما انت تيجي عندي تتفرج على فيديوهاتي. انا قبل ما ندخل على الحلقه كنت عم بوزع طبعا كالعاده، بوزع على الفيسبوك، جروبات الفيسبوك الالحاديه، على اوزع الرابط. طبعا الرابط ما في شيء غير اسم برنامج الجهر بالالحاد، طبعا هذا بيغيظ كثير اسم البرنامج يعني للاسف، وسبب لي مشاكل كثيره. على كل حال بنتحمل المشاكل هاي. ففي صديق، مو صديق للاسف يعني، شخص مسلم كتب لي تعليق انه نحن شكي يا كلب يا حقير، القرآن وصفك بالخنزير، وصفك بالكلب الذي يلهس عليك، حمل عليك أسفارا تلهس وشيء ما كفى يعني. العنوان الحلقة بين الخرافة والإرهاب فقط يعني، لا شتيمة، لا شيء، لا ذكر للإسلام، لا شيء نهائيا يعني. ما كفى، رجع كتب تعليق آخر، نحن مسلمين رغما عن أنفكم، وبلا بلا بلا بلا، وشتائم لها أول ما لها آخر يعني. أنا بصراحة يعني أستغرب كيف هالعقلية، مع أنه آسف لا يعني، لا ذكر الإسلام. طيب كيف أنت عرفت أن الخرافة والإرهاب هي معلقة بدينك اللي أنت عم تدافع عنه يعني؟ أنا لم أذكر الإسلام نهائياً. اسم البرنامج جهر بالإلحاد ليس له علاقة بالإسلام نهائياً. ممكن مسيحي يكون ملحد، ممكن أي شخص يكون ملحد. الخرافة والإرهاب ليش ما دخل بعقلك مثلاً نحن نتكلم على الخرافة المسيحية والإرهاب المسيحي مثلاً، أو الإرهاب الهندوسي مثلاً؟ ليش مباشر دخل في دماغك أنه نحن نهاجم دينك يعني؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه. انت لو تفتكر الكاتبه المصريه فاطمه نعوت لما كتبت عن اضحيه العيد واتهموها بازدراء الاديان، والدنيا قامت ما عادتش، والست اضطرت انها تسيب بلدها وتسيب شغلها ما يقرب من سنه خارج الوطن علشان هؤلاء المتشددين يعني عايزين يلحقوا بها الاذى يعني. أنا عايز أفهم حاجة، هو مش المسيحية واليهودية كمان بتآمن بنفس قصة إبراهيم لما كان عايز يذبح ابنه والأضحية ونفس يعني القصة دي بيآمن بيها الثلاث ديانات دول؟ طب إشمعنى أنت دون عن الديانتين التانيين اللي متجنن قوي كده؟ يعني ليه ما جاش واحد مسيحي يدافع يرفع قضية ازدراء أديان على فاطمة نعوت؟ ليه ما جاش واحد يهودي يرفع قضية ازدراء أديان على فاطمة نعوت عشان قالت كده؟ اشمعنى انت دايما اللي عندك العنف وعندك الكراهية وعندك التشدد ده؟ احنا ضد الكلام ده طبعا. وبعدين انت لما تشتم تقعد تشتم تشتم تشتم، هو ده يعني بيأكد صحة معتقدك يعني؟ ده بيدل ان انت انسان هزء ولا تستحق يعني الرد عليك يعني، سيبك كده تهبهب كده. انما عمر ما كانت الحجه بالحجه، عمر ما كانت الحجه بالشتيم. انا عندي قضيه بطرحها وعندي فكره بطرحه، عايز ترد بمنطقيه وبالحجه، انما ترد بالشتيمه ده بيضعف موقفك اكتر يعني. بكل تاكيد يعني، هو الاخ
لا، في عنا مثل بيقول اللي فيه الشوكة بتنغزه، يعني لو ما كان عارف تمام المعرفة انه دينه دين ارهاب دين خرافة، لما يعني هاجم اصلا ما كان مذكور لا شيء من القبيل اسلام، لا من بعيد ولا من قريب، يعني ما هو مذكور غير خرافة وارهاب وجهر بالالحاد. يعني هل اشياء لا تخص دين معين، لا تخص يعني ما خصصنا فيه الاسلام هذا، والهجوم بدا، فهذا دليل كافي انه هو بيعرف دينه دين خرافه ودين ارهاب، ولكن المقدس اللي عامل على عينه غشاوه مثل ما بقولوا هو اللي مانعه انه يفكر اصلا في دينه، ومانعه انه حتى يعني يشك شك ولو بسيط في دينه، لذلك بيحاول يهاجم. وطبعا المثل المعروف خير الوسائل الدفاع هي الهجوم. على كل حال خلينا نروح السؤال آخر، ندخل موضوع الإرهاب. أو في 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 ناس كتير، يعني كتير للأسف، وخصوصا هن المسلمين اللي عاملين حالهم كيوت، اللي الأغلبية الساحقة منهم بجد ما بيعرفوا شيء عن الإسلام، وحتى إن عرفوا بيحاولوا يبرروا وهم أخلاقيين وضميرهم حي، ولكن القدسية كما قلنا هي اللي عاملة على عينهم غشاوة. بيقولوا إنه يعني الإسلام بريء مما نفتريه عليه. شو رأيك أنت؟ هل صحيح إنه الإسلام بريء؟ هل الإسلام ما له علاقة بشيء اسمه إرهاب؟ هل الإسلام ما له علاقة بشيء اسمه خرافة أو شيء من هالقبيل؟ تفضل. طبعاً لا، نبص للتاريخ يا جان، نبص للتاريخ بيقول إيه، ومش هما بيمشوا على نهج الرسول وكده، خلاص ماشي، ده هذا ما كان يحدث. هو الإسلام دخل مكة إزاي؟ يعني سؤال، هل مثلاً أهل مكة انشرح قلوبهم للإسلام لما دعوا إليه، ولا لما تكون جيش وبحد السيف وبالقتل وبالذبح وبالإرهاب، ناس دفعت جزية، ناس أمين، ناس أمنت، ناس مش ده كان الوضع؟ المذابح اللي حصلت كان إيه؟ كان سببها إيه؟ يعني أنا لما دلوقتي بني قريظة دول أقتل منهم 800 واحد في ليلة واحدة علشان يختلفوا معايا أو مش عايزين ينضموا ليا أو ده مش إرهاب؟ بلد عايشة في سلام، فيها شرطة محلية بتحاول تقوم بواجبها في حماية المواطن ويكون الأمن موجود في الشارع، أروح أحط موتوسيكل في قنبلة وموت 15-16 واحد في تفجير ناس ملهاش إلا معدي في الشارع بالصدفة، الناس دي ذنبها إيه؟ ده مش إرهاب؟ يعني أنت عايز تفهمني إيه؟ أنا مش فاهم. أنت كل اللي بتحاول توصل له إن أنت تخلي الناس تخضع لفكرك بالعنف وبالإرهاب، ده أسلوبك، ده ما عندكش أسلوب تاني، ما عندكش أسلوب تتكلم بيه تاني غير 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 الترهيب والخوف وال حتى المسلمين اللي عايشين في البلاد الإسلامية العربية عايشين خايفين منك ومهددين، حياتهم مهددة، يعني حتى المسلمين مش سالمين من أذاك، الناس اللي بتأمل بنفس عقيدتك، الناس دي بتهرب لأوروبا عشان تعيش في سلام. على كل حال أنا أرحب يا حبيبنا نبي جلدة الحنفية موجود معنا، طبعا شرفتنا أخوي جورج ونبينا الغالي جورج، أتمنى تكون بصحة وسعادة. على كل حال خلينا نروح سؤال آخر أخوي أحمد، برأيك المنهج الإرهابي ليش الإسلام اعتمد بانتشاره اعتماد كلي بصراحة؟ يعني لأنه إذا تطرح أفكار الإسلام كفقط دعوة بحديث بين رجل ورجل، يعني ما أظن يقنع أي شخص معتنق لديانة أخرى، يعني ما أظن شخص آخر معتنق ديانة أخرى إلا لأسباب. طبعا في مثل ما بقول القاعدة، كل قاعدة لها شواذها، في أكيد يعني من يقتنع بأفكار الإسلام ولكن قلة قليلة جدا هي.
ليش الإسلام اعتمد المنهج الإرهابي كمنهج رئيسي لنشر دعوته؟ يعني وأكبر الشغلة فيه حد الردة مثلا، والجهاد الأول أو الجهاد الطلب، يعني هم أهم وسيلتين انتشر فيها الإسلام. برأيك ليش هالمنهج هذا؟ تفضل. لان لو زي ما انت بتقول هيدعوا للاسلام، بالناس تخش الاسلام علشان تعاليمه، علشان نبل الاخلاق اللي فيه يعني، فده مش كفايه. لان في الاسلام المراه مثلا مش زي الرجل، اقل يعني. لو جيت على واحده مثلا قلت لها انت تخش الاسلام، بس على فكره جوزك من حقه يتجوز عليك كمان ثلاثه، وده حلال وما انت بتقدرش تفتح بقك. طب هي هتخش الاسلام ازاي؟ هتخش الاسلام عشان تتوجع وتتالم وتتعذب وجوزها يتجوز عليها؟ ما هو هتخش الاسلام ليه؟ انت لما تيجي تقولي دلوقتي ان الاسلام جهاد طلب وجهاد دفع، على على على, على حد تعبيرك، وده فعلا حقيقي عندهم. انا مثلا كشخص بؤمن بالانسانيه وبالحريات وكلام من ده، انا اخش الاسلام علشان تقولي روح جاهد وقتل واحد مختلف عنك؟ خش الاسلام طبعا ده شيء يرفضه، ترفضه انسانيتي، فما ينفعش ان انا اؤمن. ما هو انت، وبعدين انت لو غيرت وحورت فيه وشلت منه الحاجات ديت اللي هي جنس هيومانيتي ضد الانسانيه، يبقى انت كده بتحرف فيه. ما هو انت هتاخده كله كهول باكج، واخد بالك؟ لانه المفروض ان هو جاي من عند اله، لا اما تسيبه كله، انما انت بقى هتشلي منه حاجات وتحط منه حاجات، ده ما ينفعش. وبعدين في علماء في بلادنا بيقول لك انت ما تاخدش النصوص القرانيه زي ما هي كده، ربنا عايزك تاخد اللي فهمته منها. طب ما ده بيعمل مشكله يا دكتور سعد الدين الهلالي، ده بيعمل مشكله كبيره حضرتك. هقول لك ليه بيعمل مشكله، لان في ناس هتفهمه بطريقه سلميه وفي ناس هتفهمه بطريقه غير سلميه، في ناس هتبقى وسطيه ومش في دماغها وفي ناس هتبقى متشدده وحنبليه. وده اللي عمل فيه طوائف مختلفة في الإسلام إلى يومنا هذا، إن في ناس بتختلف بقى الفهم، ده فهم بالطريقة دي، ده فهم بالطريقة دي. هل أنت بقى عايز تسيب حياة الناس الآمنة عرضة للخطر بسبب فهم الناس المختلف للدين؟ ما أنت بتقولي ما تاخدش النص صريح، افهم منه المعنى السلمي. طب ما هو مش كله هيفهم النص بمعنى سلمي، في ناس هتفهمه بمعنى غير سلمي، وده اللي بتعمله داعش، خالط النص وهو كده. انا هدور عليهم واشوفهم فين وانا اموتهم واقتلهم. اللي قتل السفير الروسي قتله وقال الله اكبر، صح ولا لا؟ حفله راس السنه لما جم الارهابيين بالرشاشات عمالين يقتلوا في الناس الابرياء، دول ناس خدت النص يا دكتور سعد وفهمته بطريقتهم. انت هتجبرهم بقى على الفهم اذا كنت انت بتتكلم بحريه الفهم؟ يعني انت لازم تديله الحريه ان هو يفهم كما يشاء؟ هو بقى فهم كده، انا بقى ايه؟ انا بقى عيش مهدد؟ ما هو كلام غير منطقي. انا مش عارف ايه المشكله في ان احنا نتعايش ونبص لبعضنا علينا مواطنين فقط لا غير، وما نتدخلش في عقائد بعض وافكار بعض. وحتى لو حصل نوع من الدردشه بين مسلم ومسيحي، بين مسيحي وملحد، بين ملحد مسيحي، ايه المشكله ان احنا نتناقش من غير عنف يعني، من غير كراهيه يعني؟ ايه المشكله؟ بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الشعب اللي يقتل بعضه عشان ماتش اهلي وزمالك يبقى اكيد لازم يقتل بعضه عشان الدين. اعتقد يا اخوي احمد الغلط مو في الشعب انه هو بيقتل نفس بعضه بشان اهلي والزمالك. الثقافه العنصريه اللي يعني تولدت من خلال الدين هذا هي اللي خلت بالنهاية الشعب يقتل بعضه بشان الأهلي والزمالك. يعني الأهلي والزمالك هم مهن الأساس يعني. يلا كتير كل العالم في أندية وتخسر وتربح، ولكن وتصير أعمال شغب، ولكن لا تصل لمرحلة القتل ببعضه يعني. هتفضل تزيد الفجوة بين الشعوب الإسلامية وشعوب الغرب الكافر والعياذ بالله، إلى أن تصل
للفجوة التي بين البشر والقردة الآن، لأن الإنسان بطبيعته بيتطور، دايما قابل للاختلاف والتغيير، وده اللي أثبتته نظرية التطور، إن احنا دايما في تغيير وتطور، ودايما من تعقيد لتعقيد أكبر، دايما من ذكاء لذكاء أكبر، وده العلم أثبته. أنت رافض التغيير، أنت رافض التطور، أنت عايز تفضل عايش في 1400 سنة فاتوا، وده شيء بيضرك أنت قبل ما بيضر الغير. أنت اللي بتعاني، أنت اللي عندك مشاكل على هذا الفكر وتمسكك به وعدم تقبلك للاختلاف. إيه المشكلة أن يكون في حد غيرك مختلف عنك يعني؟ كده ليه لازم أبقى زيك؟ لازم أبقى زيك يعني؟ مش فاهم يعني، اسأل نفسك كده يعني، ليه لازم تكون كل الناس تبقى زيك؟ خلاص ماشي، انت مرتاح عقائديا لهذا الفكر، يا عم I'm happy for you، بس ما don't judge me بقى، don't judge me بقى، ما تجيش بقى تحاسبني انا بفكر ازاي، انا بؤمن بايه، انا ولا كده يتعاديني وتأذيني، ده مش من حقك. معايير وكل مقاييس شيء مش من حقك خالص نهائي. فزي ما انت قلت، الموضوع مش سهل طبعا ان احنا نواجه هذا الفكر، احنا بنواجههم فقط بالحجه والمنطق وبالكلام العقلاني، هما ما عندهمش الحجه والمنطق، فبيستخدموا الارهاب والترهيب والتخويف والتوعي ويتوعد ويهدد، وكان ان ده اللي بيثبت صحه معتقده. لا، ده ما بيثبتش، ده بيخلي غيري يسيب هو الدين هو كمان. أحمد، أنت ذكرت أنه التطور لا يتوقف، يعني إنسان يتطور ودائما يتطور. الناس اللي رافضة التطور هذا، الناس اللي رافضة أنه الآخر وكل المبادئ الحديثة للإنسان الحديث، يعني من حقوق إنسان، من ديمقراطية، من علمانية، اللي رافضين هالأفكار هاي، أنا متأكد يعني وكلنا نعلم إنه القطار لن ينتظر أحد، يعني لن ينتظر المسلمين مثلاً لا يتقبلوا الآخر، القطار يسير ويسير بسرعة فائقة. من أنا كنت أقول دائماً إنه حتى قبل الأحداث بسوريا وقبل ما يسمى بالثورات العربية أو الربيع العربي، كنت أقول إنه التيار سيجرف الجميع، يعني من مظاهر التيار اللي جرف السوريين العراقيين الحروب اللي عم نشوفها، يعني هذا أكبر جرفة. هي برأيك إذا بقيت الأمور على هالحال، إنه ما يتقبل الآخر في مصر، في المغرب، في تونس، في السودان، برأيك هل ممكن يصير نفس الشيء اللي صار بسوريا مثلا وبالعراق وباليمن؟ اكيد طبعا جون، لان انت شوف انت بتقول ايه، لسه مش عارف في حادثه انت سمعت عنها ولا لا، كان عندنا في مصر في مدينه طنطا فجروا موتوسيكل في ابوه ناسفه، وبقول لك في حوالي 15 16 واحد ماتوا، الكلام ده لسه مش عارف امبارح ولا اول امبارح. طيب هم مصممين على فرض السيطرة وفرض هذا الفكر حتى بالعنف. لما انت كل شوية تعملي تفجير، لما انت كل شوية تقتلي أبرياء، انت منتظر ان انت حياتك هتبقى ازاي يعني؟ طبعا انت السياحة اللي كانت بتجي لك، الناس كلها خايفة تيجي عندك لان انت عندك ارهاب، مش امان. فده المستثمر مثلا لو واحد معاه قرشين عايز يستثمرهم في بلدك ويدي فرص عمل للناس تشتغل، هيخاف على فلوسه ويخاف على حياته ان هو يجي عندك. ففكر هدام، فكر يودي اي بلد في داهيه. كل الحكومه عايزه تعمله يعني بتحاول تدي كده الميت الكتريك شوك يمكن يقوم، تقول لك نجدد خطاب ديني. طب ما هو هتجدد ايه؟ ما هو النصوص موجوده واللي عايز يفهمها بيفهمها، وانت هتعمل ايه يعني؟ انت خد بالك العلمانية بتشكل لهم بعبع رعب، لأن العلمانية هتدي حقوق للناس إنها تختار ما تشاء، وما بقاش في حد ما فيش سلطة الرجل الدين في الشارع. ده بيرهبهم، بيخوفهم جدا وبيضايقهم جدا. أنا مش فاهم إيه المشكلة في ده. ما اللي عايز يخش الجامع هيروح يخش الجامع، اللي عايز يخش الكنيسة هيروح يخش الكنيسة،
اللي مش عايز لا ده ولا ده هو حر. لا يقول لك لو في علمانيه هيبقى في شواذ طبعا. لا طب ما هو انت فاكر ان ما عندكش يعني مثليين الجنسيه؟ في ناس مثليين بس العلمانيه هتخليهم ليهم كرامه ويجهروا بده، انما طول ما هو عايش خايف منك هو بيعمل برضو كده، ولان هي دي طبيعته، هو كده وهو ده اختياره، ومن غير يعني ده انت تفكيرك عقيم، مش انت غلط، الطريقه اللي بتفكر بيها دي طريقه غلط مش مظبوط. كله بيزنس يعني، بيطلع مكاسب من ورا الموضوع ده، فانت عايز تقفل له باب رزق يعني، فطبعا بيتجنن. انت فاهمني؟ انما طيب خلينا نروح سؤال اخر. السؤال الاخير طبعا في ضمن الاسئله اللي انا حضرتها، في ناس بتقول كثير يعني الله المسلمين خصوصا يعني اذا امنت بالاسلام شو راح تخسر، يعني شو راح تخسر اذا امنت بالله مثلا؟ ما هو انا بدي اقول لك احمد، افترض انا وانت صرنا مؤمنين وامنا بالاسلام والشعب الروسي صار مؤمن والشعب الامريكي صار مؤمن، كل الكره الارضيه صارت مؤمنه بالاسلام، برايك يعني كيف راح يكون حال الكره الارضيه؟ شو راح يصير فينا اذا كل البشر صاروا مسلمين؟ هيفضلوا برضو يتخانقوا ويتصارعوا على الغنائم، لان هي الفكره اساسا قايمه على كده، قايمه ان انا بكسب رزقي من القتال ومن الغنائم. وقال رسول الاسلام، وهم ما يقدروش ينكروا ده، ان ربنا جعل رزقه تحت حد سيفه. يعني الفكره كلها قايمه ان انا مكسبي او حياتي او معيشتي بجيبها من الغزوات، ومن ان انا اغتصب اموال الغير وكلام زي كده. طيب هتبقى كل الارضيه كلها مسلمين، هينقسموا لاحزاب وطوائف زي ما هم في العراق دلوقتي، واخد بالك، كلهم هيقتلوا في بعض عشان ده هو اللي عايز يسيطر ويبقى معاه زمام الامور، وهو الفلوس تحت ايده، وده عايز يسيطر وعايز يبقى معاه زمام الامور والفلوس تحت ايده، وهتبقى صراعات وحروب ودم وقتل زي ما بيحصل في الدول العربيه، بس كبر الموضوع يعني، هات سوريا كده وخد المثال ده وحطه على العالم كله، يبقى نفس الوضع. انما ليه مثلا الحضاره المصريه القديمه كانت حضاره ناجحه؟ لانها كانت بعيده كل البعد عن هذا الفكر. المصري القديم كان بيزرع الارض عشان ياكل، لكن ما كانش بيغير على البلد اللي جنبه علشان يجيب فلوسهم وستاتهم. الموضوع اختلف تماما. فأنا مش عارف ليه، أنا في حاجة سمعتها، في جملة سمعتها من الكاتبة الرائعة بسنت سلامة، كانت قالتها في برنامج على تلفزيون المحور في لقائها الأخير اللي كانت لسه استضافوها، هم بتتكلم عن العلمانية، قالت كلام جميل جدا جدا الحقيقة. قالت إيه؟ قالت سياسة ما ينفعش نجمعهم مع بعض. ليه ما ينفعش نجمعهم؟ وشبهت الدين بأنه زي البيضة اللي هي الشيء النقي، والسياسة زي الحجر، لو جبت البيضة جنب الحجر البيضة هتفقد نقائها، هتتكسر. طيب الدين مكانه دور العبادة، يعني انت عايز تتقرب للإله اللي بتأمن بيه وتتعبد له، العلمانية ما عندهاش اي مشكلة مع الكلام ده، تفضل روح دور العبادة وتعبد كما شئت، وكمان بتحميك كمان العلمانية. إنما السياسة ده موضوع تاني، ما ينفعش يبقى دين ودولة، ما ينفعش، دمار، ما ينفعش. مصر لا زالت النص التاني من الدستور بتاعها إن بياخدوا التشريعات من الشريعة الإسلامية، واخد بال حضرتك؟ نحن ننادي كلادينيين وكعلمانيين بتغيير هذه المادة، وإعلان مصر علمانية، نتمنى ذلك، هذا لمصلحة البلد وللجميع، عشان كلنا نتقبل بعض يا جماعة، عشان كلنا نعيش في سلام، عشان الناس تبتدي تتعلم تتقبل المختلف عنها، لأن الناس عندها كراهية غير عادية، وعندها استعداد للعنف وللكراهية وللقتل لمجرد الاختلاف. انما انت لما تفرض العلمانية فرض على المجتمع
وتجبره ان هو يتقبل الغير وتحط قوانين رضيعه صارمه للي يتعدى على حريه غيره، انت كده بتدعم المواطنه اللي هي اصلا هدفك واللي انت بتحارب عشانها. انت عايز مواطنه، هتحصل مواطنه ازاي في 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 في, في ظل وجود هذه الاحكام؟ انا بصراحه احمد، انا مثلا قاده المجتمع، يعني خلينا نقول او الطغم او خلينا نقول الناس الحاكمه، مثلا خلينا مصر السيسي والعسكر الحاكمين، يعني هم اصلا هم نتيجه هالثقافه هي. يعني اللي بده يفرض العلمانيه بقوه القانون او يفرض هالقوانين هي، اظن لازم يكون اصلا هو مثقف ثقافه غير الثقافه اللي تربى عليها، الثقافه اللي ترفض الاخر رفضا قاطعا، يعني وخطوه شجاعه، بدها خطوه شجاعه الى ابعد حدود. يعني مثلا السيسي اليوم يقول انا بدي الغي الازهر لانه منظمه ارهابيه، كم من المشاكل راح تحصل له؟ اعتقد ممكن، يعني ممكن يفرض اذا كان بالفعل يعني يجمع حزمه وبفرض، يعني بشيل الازهر، يعني شو الازهر مين هن، يعني ممكن يفرض العلمانيه، ولكن هل هناك هذا الشجاع؟ هل هناك هذا القائد الطفره خلينا نقول اللي ممكن يتخذ هيك قرار؟ الحقيقه جان، حصل في تركيا قبل كده. تركيا دوله علمانيه على فكره، صحيح بيقودها التيار الاسلامي الان، لكن اتاتورك جعل من تركيا بلد علماني 100%، وهذا ممكن حدوثه في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي كل الدول العربية. الموضوع ايه؟ انا وجهة نظري ايه؟ انا كنت مسلم وعارف الاحساس كنت مسلم ايه؟ المسلم الحقيقي عنده العقيدة قوية جدا، يعني هو معتقد ان هو دائما، يعني لا شك فيه، لو فعلا قادة البلد 100% مسلم كانوا بقوا دواعش. مين ال 100% مسلم؟ مين المسلم 100% في الحياه اللي احنا عايشينها الايام دي في عصرنا ده؟ الدواعش هم دول اللي بيطبقوا الاسلام حرفيا، كما كان يفعلوا الخلفاء الراشدين ومحمد وكده، ما جهاد الطلب وكل الحاجات دي، ده حتى هم يعني بيقتضوا بالظبط بيه، يجيبوا الايزيديه ويربطوها ويحطوا عليها سعر وعايزين يبيعوها، يعني بيعملوا، يعني عايزين يعملوا يرجعوا السوق الرقيق تاني، انت فاهمني؟ فالمسلم الحقيقي ال 100% هيبان عليه. ليه انا بقول ان ممكن ان السيسي يقتنع بالعلمانيه؟ لان انا مش شايف داعش في مصر، انا شايف مجتمع مدني. اذا هم يؤمنون بالمدنيه والحريات، ومش بعيد يكونوا عارفين الحقيقه. كم الناس عارفه الحقيقه وما عندهاش الجرأه ان هي تجهر بيه؟ لان طبعا هو معاه الاخر، معاه تصريح الهي بقتلك، فانت تجهر هيقتلك، فالناس ما تقدرش انها تجهر. كم من لا ديني وملحد في البلد والناس ما تقدرش تتكلم تفتح بقها؟ الموضوع ممكن يحصل لما نهتم بالتعليم شويه، نصرف شويه على التعليم، نطلع اجيال طالعه على علم ودرايه بالعلم بره، في ايه الغرب الكافر ده توصل لايه في العلوم، والدماغ هتتفتح، الاجيال اللي هتطلع هيتغير الفكر دوت. انما احنا لا نعيد للتعليم اي اهتمام، دي مشكله كبيره جدا، ده اهم من الصحه او زي الصحه، لازم سليم جته سليمه وعقل بيفكر. خد بقى شعوب متحضره وراقيه، انما صدقني هو اهم من الصحه واهم من كل شيء. يعني الجهاز التعليمي اذا كان صحيح وعلى مثل ما بقولوا على اسس علميه، هو اللي بيجيب بعدين الصحه وبيجيب الاقتصاد وبيجيب كل شيء. الاهم شيء النظام التعليمي الصحيح، يعني النظام التعليمي القائم على اساس علمي، على منهج علمي، على هالمبادئ هي. فاظن بعدين اوتوماتيكيا ممكن يجيك شعب مثقف، شعب راح يجي يطالع على الاقتصاد، يحول الاقتصاد من اقتصاد، يعني ما بعرف انا شو اسمي الاقتصاد الموجود بصراحه بمصر ولا منهار ولا بعد منهار، يعني حتى لا يسمى اقتصادا، يعني ما بعرف
بصراحة ليس له تسمية حديثة، يعني لازم نبحث في معاجم اللغة القديمة حتى نلاقي له تسمية للأسف الشديد. على كل حال أصدقائي، يعني أنا أشجعكم على طرح الأسئلة، أشجعكم على التواصل معنا، وكما أشجعكم على الاشتراك بالقناة. في شخص كتب لي على تعليق على الفيديو، احدى الفيديوهات، عم بقول يا مساكين غدا في القبر اهزم نفسك قبل الاخرين، ماذا ستقول لله يوم تلقونه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شو بدك تقول له احمد انت بالقبر لربك؟ على الاقل هو جه في الاخر قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني هو وكل الاله في الاخذ بالصقر مننا، فده في حد ذاته تقدم وانجاز. على الاقل هو مش هيقوم بنفسه يكسر الكمبيوتر ولا حاجه من غيظه، بس يا ريت تاخده بهذه المقوله، يعني مقوله حسبنا الله ونعم الوكيل دي طبقها عمليا، يعني خليك صادق في معتقدك. انت دلوقتي طلبت منه الوكاله، سيبه بقى هو ينتقد، ريح انت نفسك وريح اعضائك خالص. حقك ايه؟ حقه هو بقى، مش حقك انت، احنا عادش نصلك على طرف. فانت ليه انت ليه جاي؟ انت بدام الموضوع مضايقك قوي كده، انت ليه جاي بتتفرج على الفيديو؟ طب واجع راسك ليه؟ ما روح شوف قناه اقرا مثلا، مش في قناه اسلاميه اسمها اقرا؟ روح دي هتكون ليه الفيديو بتاعي ممتع وانت سايب كل حاجه بتتفرج عليه وبتشتمني؟ لا، روح شغل ربع قران، اسمع لك ربع قران، خد حسنات، ما تتفرجش عليا. لا، يخشوا على فيديوهاتنا ويشوفوا فيديوهات عبد الصمد ويشوفوا فيديوهات فلان ويشتموا. دي جابك ناحيه دي، خليك في حالك، انا سيبت لك البلد اصلا ومشيت، واخد بالك؟ خليك بقى في البلاد عمرانه بالاسلام، انما انت عينك عليا وباصص لي وحاقد وغيران وكاره، يعني ما دوستلكش على اعترف. انعم باسلامك يا سيدي بعيد عني. هو المشكلة إذا أراد أن ينعم بإسلامه، إسلامه يطلب منه أن يشتمك ويطلب منه كل هذا، وبالفعل هو ينعم بإسلامه بكل معنى الكلمة، والشيء اللي طالع منه هو نتيجة لتعاليم الإسلام ليس إلا. في شخص إيثر عم بيقول واحد من أفضل الضيوف في القناة حقيقة، تسلم يا أخي جان على مجهودات. أشكرك أخوي. طبعا أخونا أحمد بالفعل، يعني أنا أعزه جدا، ما بعرف إذا توجه له أي كلمة يا أخوي أحمد. أكيد طبعا، أنا متشكر جدا على المجاملة الجميلة ديت، أنت راجل ذوق، وأنا على قد ما بقدر يعني بحاول أشارك وبحاول أتكلم وبحاول أنا عارف قد إيه الموضوع صعب عليكم، وأنتوا عايشين هناك وعندكم طبعا في خطوره كبيره جدا على حياتكم وعلى امنكم وسلامتكم، فاحنا بنعمل اللي بنقدر عليه، واحنا ما طالعين بنشتمهم ولا بنغلط فيهم، بل بالعكس هم اللي بيشوفوا فيديوهاتنا وبيخشوا يشتمونا، واحنا مش هنرد عليهم لان احنا مش هننزل لهذا المستوى الوضيع. احنا كل اللي هنتكلم فيه هنتكلم بالمنطق وهنتكلم بالعقل، هنحاول لو حد فينا عنده حقيقه علميه قرا عنها سمع عنها بيطلع يشرحها لنا ويحكي لنا عنها وينورنا. هو ده الهدف من فيديوهاتنا، هي فيديوهات تعليمية ثقافية بنطرح فيها أفكارنا، وبنقول لو حد فينا أرى حاجة عنده معلومة عايز يضيف حاجة. أفتكر إن ده أبسط حقوقنا كبني آدمين، يعني إحنا ما جيناش احتلنا قناة اقرأ ودخلنا بنتكلم عن العلمانية مثلا، قناة في حالنا والراجل عمل بتاع 10 قنوات سوفار، كل ما يعمل قناة يقفلوها له، مش عارف ايه الكره ده كله، ليه سببه، ايه اللي جايبكم الناحيه دي؟ خليكم في حالكم، يعني بليز خليكم في حالكم، ابعدوا عننا. يا ريت يبعدوا عننا مثل ما بيقولوا ونحن بألف خير، ولكن للاسف مثل ما بتعرف هم هي طبيعتهم، يعني هي طبيعتهم، ونحن راح نبقى الى ان تتوقف نبضات القلب، رح نبقى نحكي معهم ونفهمهم. هن سكرانين بصراحة، هن سكرانين بشيء اسمه الدين الإسلامي، هن الشخص السكران لا يعرف ماذا يفعل، فالسكران بهالخرافات هي أظن يعني
شيء طبيعي يتصرف بهالتصرف هذا، ونحن راح نتحملهم على كل حال، ما في اي مشكله، لانه هن بالتالي اهالينا، هن اخوتنا وجيراننا وناسنا، ونحن بدنا ننقذهم من هالوحل هذا اللي عايشين فيه. على كل حال خلينا ناخذ اسئله من الاصدقاء. طبعا اشجع كل اصدقائي طرح الاسئله والمشاركه معنا حتى نقدر يعني نستفيد كلنا من هالحلقه هاي. جيهان عم تقول انا كنت مكتئبه واحس الدنيا ما لها طعم لما كنت بالاسلام، حتى قيام الليل بصلي ومع ذلك كنت متعبه ومو سعيده، ولكن لما عرفت الاسلام على حقيقته الرذيله تركته وصرت الان سعيده جدا وكانني مكبله بالقيود. يعني لما كانت مسلمه قصدها، يعني تحررت من قيود الاسلام. احمد هون في شغله كثير مهمه، يعني انت كشخص يعني كيف بتشوف الانسان المؤمن نفسيا والاسلام، الانسان الملحد نفسيا او الانسان الذي لا يؤمن بالخرافه والانسان اللي يؤمن بهالخرافه هي؟ يعني كلنا بنعرف هلا قيام الليل مثل ما ذكرت اخت جيهان، قيام الليل متعب صراحة. يعني أنا والدي كان يقوم الليل، أهلي كلهم يقوموا الليل، بتلاقي البكاء، بتلاقي يعني أنا ما شفت والدي يبكي، ولكن الأغلبية يبكون ويحاولوا أو يجبروا نفسهم أن يكونوا خاشعين يخشعوا وشيء من هالقبيل هاي. كيف أنت بتشوف نفسية الإنسان المؤمن نفسية الإنسان الغير مؤمن؟ نفسية الإنسان المؤمن نفسية معذبة، لأنه دايماً الإسلام بيخليك حاسس بالذنب. يعني العقيدة الإسلامية لما بتعتقد فيها دايماً أنت مقصر، دايماً الإسلام يخليك حاسس أن أنت ربنا زعلان منك، لسه ربنا ما بيرضاش عنك أبداً في الإسلام، واخد بالك؟ يعني لو مثلاً فطرت يوم في رمضان، يا عاد تأنيب الضمير ده، أنا هيحرقني وهيبقى هدلني وهيسويني زي السمكه البوري على الجريل كده. قال لا، طب ما ده تعذيب يا عم، انت تعيش حياتك ازاي سعيد كده؟ ما هو انت عشان تبقى 100% ترضيه زي ما بيقول الكتاب، انت لازم تبقى على شكل وصوره معينه وعايش لايف ستايل معين. صعب جدا في الحياه اللي احنا عايشينها دي ان انت تعيش كده. قصر بقى الجلابيه وحط السواك في جيبك، ما تبصش للكلامش مع الستات، ما تصفحهمش، ما يعني تدخل الاسلام في كل حاجه، حتى لما تخش تعمل تلبي نداء الطبيعه، هو بيقول لك ازاي تعمل ايه كمان وانت بتلبي نداء الطبيعه، تدخل في كل شيء. فاحكامه الشديده ديت بتخلي دايما المسلم حاسس بالذنب ومش سعيد. انما لما بتعرف الحقيقه ولما بتتخلص من 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 هذا الشعور بالذنب، طبعا بتحس بسعاده، بتحس بحريه وانطلاق. زي ما قالت اختنا، انا كنت ميزرابل ودلوقتي انا عايشه حياتي مبسوطة، لأن خلاص تخلصت من هذا الذنب الذي يلازمها، التقصير. دايما أنت مقصر، دايما الخير اللي بتعمله مش كفاية، العبادات اللي بتعملها مش كفاية، كله دايما دايما لسه شوية عايز كمان. طيب احنا بشر، نصيب ونخطئ، لينا غرائز. يعني هو أنا هنضحك على بعض، مين فينا مثلا ما شافش واحدة حلوة في الشارع بصلها بإعجاب مثلا أو بإصرار؟ مين؟ احنا مش بشر؟ والعكس صحيح، مين واحده مثلا ما شافتش شاب هانسم مثلا، ما تمنتش ان ده يكون زوجها او انه تقوم معاه؟ يعني دي طبيعه بشريه، ما نقدرش ان احنا ننكرها او نغيرها. لا، الاسلام بيعاقب في الكلام ده. مش معنى كلامي هي الاباحيه او لا 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 لا، انا عايز اقول ان انت مهما تعمل انت دايما برضو not enough، برضو انت مقصر، برضو انت مذنب، برضو هو زعلان منك، هو على طول زعلان منك، مش كفاية عايز كمان. في ست حاجة اسمها مش عارف النوافل، حاجة ست البيض اللي مش عارف يعني. طب وبعدين؟ عموما انا ما بقولش كلامي دوت بدعو اي حد لاي شيء، لا 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 لا، هذه ليست دعوة، هو سؤال طرحه الاخ جان وانا بقول رأيي، واخد بالك؟ انما انا ايه، كل انسان له الحرية تماما فيما يعتقد وما يفكر. كل اللي احنا بنتكلم فيه بنطلبه منكم عدم اتخاذ موقف عدائي مننا لمجرد ان احنا نختلف معاكم. جرب كده وتعامل معايا زي المسيحي مثلا ما بيتعامل معايا،
او اليهودي بيتعامل معايا وشوف انا اتعامل معاك ازاي. ده انت اللي عرب لي كمان، ده انت اللي انا اصلا كنت منك يعني، يعني انت واخد بالك، بتكلم لغتك، شكلي زي شكلك، تربنا في بيئه واحده. يعني نحن منهم الجلد، الظفر لا يطلع من الجلد، يعني هم اهالينا، هم ناسنا، هم يعني اللي تربينا بيناتهم، هم جيراننا، هم اولاد بلدنا، يعني بالنهايه المسلمين اهالينا، يعني مثل ما قلت يعني الظفر لا يطلع من الجلد. على كل حال في سؤال بس ده يا طيب في سؤال من جورج بول عم بيقول يا أبا الحكم ممكن توصل سؤالي لأحمد، ما هو دور الإعلام العربي في نشر الخرافة وإزاي نقدر نفرق بين الحقيقة والخرافة؟ وأنا أتمنى بصراحة أتمنى جورج يعني تدخل معنا في مداخلة، ما بعرف إذا أنا بعثت لك، إذا تدخل أكون لك من الشاكرين يعني. طبعا سؤال رائع من اخونا جورج نبي جلدة الحنفيه، انا بحييه ومتشكر جدا ان هو بيشاهدنا دلوقتي. طبعا جورج مصري زي، واحنا طبعا مشينا من مصر بس قلوبنا متعلقه بيها لان احنا اتولدنا هناك وكبرنا هناك وهي وطننا بنحبها جدا يعني. نزعل لما نسمع ان فيها حاجه وحشه، يضايقنا جدا ان يكون في هناك صراعات وازمات ومشاكل، عايزينها بلد مستقر، عايزينها بلد حديثه تؤمن بالعلم، فيها حريات، فيها تقبل الاخر، ترجع تاني الناس تحب تروح مصر وتفسح في مصر وتتصور في مصر وترجع مصر لشكلها الجميل ورونقها الرائع، بعيد عن كل هذا الفكر الصلعمي المريض اللي بيرهب الناس وبيخوف الناس انها تيجي مصر. طبعا الاعلام في مصر يا جورج ليه دور كبير جدا، وحاليا هم شغالين في فكره تجديد الخطاب الديني، كل تقريبا توك شو او برنامج على الفضائيات المصريه بيطلع يدعو الناس لتغيير الفكر الديني، تغيير الخطاب الديني انا اسف، ولدرجه ان هم عملوا برنامج على قناة المحور، وقناة المحور هي قناة مصرية تبث تقريبا من مش فضائية يعني، قناة مصرية لوكال بيشوفها كل المصريين حتى اللي ما عندهمش فضائيات في البيت يعني. عاملين برنامج اسمه الصديقان، بيجيبوا شيخ أزهري وبيجيبوا معاه السيس من الكنيسة، بيصيروا موضوعات، الموضوعات دي من شأنها المواطنة وتدعيم فكر المواطنة وإن احنا نتقبل بعض، بس ايه هم عايزين يتقبلوا المسيح، تقبل المسلم والمسلم تقبل المسيحي وبس على كده يعني. يعني لو جه واحد بوذي لا نموت امه، لو جه واحد شيعي نعلقه من بضانه، ما هو بقى هو احنا بس مكان بيننا، اللي ديني ملوش مكان بيننا. طب ما انت لسه انت ما غيرتش، غيرت ايه بقى؟ انت ليه متجاهلني يعني؟ يعني انت ليه هات بقى يعني؟ طب انا عايز، انا كنت نفسي اطلع في برنامج صديقان ده واقول في كرسي كمان يتحط جنب القسيس وجنب الشيخ، احنا عايزين ثلاث كراسي، كرسيين بس مش ينفع، عايزين ثلاث كراسي، القسيس والشيخ وعايزين الدكتور صادق قمي يقعد هو كمان يفهم الناس العلمانيه. هو انت ليه عايز من منظورين اثنين بس؟ ما في ناس ثانيه، في ناس ثانيه، وانا ازعم ان مصر فيها لا يقل عن 8 مليون لاديني، وانا متاكد ان الحكومه تعلم بذلك ومش بعيد عرفهم كمان بالاسم واحد واحد. هل الناس دي حكومه، يا حكومه بلدي من حقها انها تعيش؟ هل الناس دي شايفينهم ان هم مصريين؟ هل الناس دي من حقها انها تحمل البطاقه الشخصيه المصريه والرقم القومي مثلها مثل المسيحي ومثل المسلم، ولا الناس دي تروح تموت نفسها ولا ايه؟ يعني انت من اللاديني والملحد، وانت شايف ازاي حياته المفروض؟ هل ليه حقوق زي اي مواطن تاني ولا يعني؟ كلمونا يا جماعه بصراحه، كلمونا بصراحه يعني، اطلعوا كده في الاعلام وقولوا لنا انتوا يا جماعه غير مقبولين هنا، انما ما تسيبوش بقى الفكر المتطرف ان هو ينال مننا ويرهبنا وينهي حياتنا ويأذينا. احمونا احنا مصريين،
احنا بنحب البلد دي زيكم بالظبط. مش معنى ان احنا فكر معين احنا رافضينه ان انت تشيل عني تحرمني جنسيتي. انا ممكن اروح اتنزل عليها الصبح في السفاره، انا متمسك بيها لان انا بعتز بمصريتي. فانت كمان اشكرك اخوي احمد. طيب معنا اتصال من اخونا ابو الحكم، تفضل ابو الحكم. طبعا فرصه جميله انه اكون على تواصل مع صديقي احمد دنانه، واقول له والله زمان، يعني من زمان ما سمعنا اخبارك، وبسطت كثير انه الحلقه النهارده معك، يعني انا مبسوط قوي يعني. وسلم عليك جان وعلى جميع الموجودين بالتكست معنا والمشاهدين ايضا. طبعا يعني الخرافه هي موجوده طبيعي بكل الاديان، ولكن بالدين الاسلامي الخرافه اللي فيها تؤدي الى الارهاب هي هنا المشكله. يعني مثلا بارحة سويت حلقه ما اعرف اللي شافها، يعني تكلمت فيها عن خرافات يعملها محمد، هو يعني يكون يشتهي امرأة يروح يتطجع معها بالقبر وينام معها والله ايش، حتى افسح لها مكان بالجنة. يعني بهذه الاساليب قدر يضحك على مجتمع متخلف بسيط يصدق اي شيء قال. يعني هذا الشيء مع الاسف يعني ادى بنا الى كوارث. هذه الخرافات ادت بنا الى كوارث. خلاص انت لما تامن انه المسيح ابن الله هذه كارثه كبيره، او تؤمن بالاشياء اللي يقول الاسلام ويؤدي الى الارهاب ايضا كارثه اكبر، لانه الدين الإسلامي الدين الوحيد اللي خرافاته تؤدي إلى إرهاب وكوارث إنسانية. يعني فهاي النقطة حبيت أتطرق لها، وأنا كثير مبسوط إنه قدرت ألتقي أو أحكي مع زميلي أحمد. أشكرك أخوي أبو الحكم، أشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. أحمد أي تعقيب؟ تفضل. أتفق تماما مع كلام أبو الحكم. هذا الفكر هو السبب الرئيسي في خراب بلادنا وتخلفها، ولا بديل عن التحرر من هذا الفكر. مكان الدين ايا كان نوعه هو دور العبادة. احنا مش بننادي ان احنا نسلب الناس معتقداتها، احنا بس عايزين يبقى في مساواة بين كل الناس. دي المؤمن زي اللاديني زي ده زي ده، وكلنا نتعامل بالقانون، القانون يمشي على الكل، كلنا نتساوى امام القانون بصرف النظر عن افكارنا ومعتقداتنا. ده كل اللي احنا بنتكلم فيه، ولو ده حصل ده هيكون في صالح المجتمع 100%. مش هيكون في صراعات، مش هيكون في احزاب مختلفه، ناس شايفه نفسها ان هي معاها الحقيقه ولازم ان هي اللي تكون في الباور، والناس الثانيه ديت لا. هيكون اللي بيحكم بلادنا هو الاصلح، هو الافضل بصرف النظر ان كان مسيحي او مسلم او لاديني. الدين مش هيختفي ولا هيروح في حته، الدين موجود في الجامع وفي الكنيسه، تقدر تروح وتتعبد وتتدين وتصلي زي ما انت عايز. الباب مفيش دين بيقفل بابه بتالي قدام حد. اي حد بيعاوز او ليه رغبه في اعتناق الدين وبيروح لمكان دور العباده، القسيس بيرحب بيه، الشيخ بيرحب بيه وما بيقولوش لا. فالدين هيروح فين؟ احنا بنضمن لك ان في العلمانيه لا انت مس الدين. كل الفكره ان يبقى في حريات، كل الفكره ان الناس تبقى متساويه، ما يبقاش في حد افضل من حد، ما حدش يفضل حاطط في دماغه ان هو اللي معاه الحقيقه وان التاني دوت مختلف وان التاني ده لازم ما يكونش موجود ولازم اتخلص منه. ده الفكر ده لازم ينتهي. البلاد اللي تطورت، البلاد اللي عايشه في نعيم زي ما انتوا بتقولوا ونفسكم ان انتوا تجوها ونفسكم ان انتوا تهاجروا ليها، بتفكر كده وعايشه كده.
كل واحد في حاله، كلنا مواطنين، وانتهى الموضوع على كده. انا بحترم جاري وجاري بيحترمني، لا هو بقى باصص لي انا لوني ايه ولا معتقدي ايه ولا انا باصص له شكله ايه، احنا الاثنين امريكان، انا بشتغل هو بيشتغل، انا بدفع ضرائب هو بيدفع ضرائب، وانتهت القصه على كده. بنحترم قانون البلد اللي احنا عايشين فيه، بنحب البلد اللي احنا عايشين فيه لانها بتدينا الحريه وبتحسسنا بالامان. انما بطريقتكم ديت هتروحوا على فين؟ يعني ايه اكتر من كده؟ يعني انت وصلت لمراحل وحشه جدا، يعني خليك صادق مع نفسك كده. انت عندك مشكله في الغذاء. طيب اشكرك اخوي احمد. طيب معنا اتصال من اخونا امين. امين تفضل. امين شكرا. مسموع صوتي؟ مسموع صوتك، ويا ريت علي اكثر حتى نسمع اكثر. ما حدا صوته اعلى من صوتك يا جماعه. لا حبيبي، صوتك صوت الكروان، يعني بدنا نسمع. اول شيء انا مبسوط جدا جدا ارجع اشوفك عم تطلع لي على القنوات. اوكي تسلم يا طيب، تسلم. شكرا لانه هكروا لك، لانه عملوا لك دعايه غير مباشره، ولا انت فتحت حساب باتريون، وشوي بشوي راح بتشوف انه رح ترجع العدد السبسكرايبر يعلى، ورح ترجع عن جديد تجدد شبابك، ونحن كلنا معك، منشد على ايدك ومنشد على خينا احمد دنانا كمان. ما بدي انا اخذ من وقته بالحلقه. تسلم يا طيب، تسلم. شكرا شكرا. اذا بتسمح لي معليش، نحن يمكن لازم نتميز معليش بسموه بالاختلاف والحريه بالاختلاف كمان، لانه الموضوع الحلقه الخرافه والارهاب. انا بحب اركز على انه الخرافه او الفكر الخرافي هو ذاته، الفكر هو ذاته يتبين من خلال الاديان والفكر الديني. ومن هون انا برفض انه نشدد على الاسلام. اوكي انا مش اعمى، انا شايف انه الاسلام واضح جدا صوره تاثيره على المجتمع السلبيه وعلى الإنسانية، بس المجتمع صورة سلبية. ولكن أنا بحب دايما أذكر إنه نحن مش فقط الإسلام. يعني أنا سمعتك امبارح أخ جان، وبسمح لنفسي مع محبتي. أكيد تفضل. مع محبتي أعمل لك اختلاف معك، وهيدا الاختلاف لازم يساعد إنه نحن نطور فكرنا، مش إنه نصير أعداء. مش صحيح. إذا أنا اختلف معك، يعني عكلا اللي بدي أقوله امبارح حضرتك قلت انه انا هلا اذا الاسلام بيعمل انه هو ضد الارهاب او شيء، انا هلا بطب اغراضي وبرجع على البيت. لا مش مزبوط يا انا أكجب. الفكر الخوري الكل لا يقل خطوره عن الفكر الديني المباشر، لانه يحمل نفس الجذور، يقتل عند الانسان الفاكولتي، يعني الملكة بالتفكير هذا النقدي يلي يتطلب انه يساعد بترويس وتحسين الفكر. بقى مش مزبوط، انا بختلف معك، ومش لانه نحن عبرنا مثلا نفكر اختلاف، بالرغم من احترامنا ومحبتنا للدكتورة وفاء سلطان لما عبرنا. انا حبيت بكل احترام، يعني يجرب الا انه انا يا ريت ما سمعت، لانه كان طريقه الفكر كيف حكيت عن قصه الروح وما بعد الروح والكونيه وال هيدي الكونسيانس اليونيفرسال كونسيانس، يعني مثل كلام ديب شوبرا، يعني ديب شوبرا او غيره. على فكره هي نفس كلام الاديان، يعني انا ما شفت اي فرق بينه وبين الاديان. يعني عظيم. اوكي فاذا انا بتمنى عليك انه انت مش مشكلتك مع الاسلام فقط يا بصراحة. أمين قال لك أنا فكرتي شو هي. أمين أنا رجل شاعر، أنا يعني بصراحة كنت أتمنى بصراحة كل الأمنية أنه ما أكون في هالموقع أعمل فيديوهات. يعني مسألة أنه الناس عم تفكر بخرافة، ممكن كثيرين ناس يوقفوا بوجههم ويقنعوهم. أنا اللي حارقني وجارحني هو هالإرهاب اللي دمرني ودمر مجتمعي. فهي الفكرة. أنا صدقني مثل ما قلت، يعني أنا رغم أنه نختلف
انه اذا توقف الارهاب الاسلامي وما تمشي انا راح اروح اوقف على المسارع والقي شعر. هاي مهمتي الاساسيه في الحياه، ولكن اضطريت اسفا بهالارهاب هذا اكون بهالموقع هذا. هذا قصدي بكل الحديث يعني. حبيبي جاو، نحن بنحيي الروح الشعريه اللي عندك. ما نحن اذا انت عم تقدر تحكي بهالطريقه الواضحه هي لانه عندك انت احساس رهيب اكثر من عام اللي بسمون يعني الانسان العادي. هذا اللي بيعطيك هالامكانيه انك تنتقد بهالروح الحريه بهالانتفاضه انت المباركه اللي عندك. بس انا بحب جرب اقول مش لانه نحن اذا قمنا ضد الفكر الخرافي يعني لا نساوي نحن ما بين اي فكر، مش اي فكر يجب ان يحترم. انا صحيح انه كل خرافه لا تحترم صراحه، كل خرافه لا تحترم. طيب بما فيها الايمان بالاله الكوني. طبعا انا لا اقول انه انا احترم مثلا الفكر اللي عند السيده وفاء سلطان، لا اقول هذا. انا اعتبره غيبي يعني وخرافه، ولا اعتبره شيء اخر. انا احترم شخص الدكتوره وفاء سلطان بكل تاكيد، وانا كان عتبي في ناس شتمت، لانه كان في ناس في شتائم وهذا كان عتبي عليهم، وقال لهم عيب الشتائم عيب. صح انا اعتبر مثلا هالتفكير هذا خرافي، ولكن شتائم بالشخص ذاته غير مقبول نهائيا. هذا عن انه هي ضيفه عندك، انا واجب اني احترمها. انت قررت انك انت تستضيفها، بالضبط. يعني نحن بنحترم دلالة، بنحترم كل ضيف بيطلع. بالعكس هيدي من الاخلاق نحن عم نحكي، بالضبط. بس انه ما نربطها انه الملحد يعني صار يبين انه كانه الملحدين صاروا هن عندهم دين ووضع وبدهم انه كل الناس يصيروا مثلهم. مش هيدا الفكر. احنا ما عندنا دين ولا عندنا كنيسه ولا عندنا حزب. نحن كل اللي عم نقوله يا انسان طلع بالشمس نور طلع بالعلم، خلي الفكر مفتوح، وانتبه من الخرافه، لانه الخرافه هي بتمثل او الفكر الخرافي بيمثل ما يمثله المتدين الكيوت. يعني الخرافه تدعم الدين، الفكر الخرافي يدعم وجود الدين بالمجتمع. انا هذا رايي مع كل محبتي واحترامي. انا بشد عيدكم جميعا وبحييكم، ونحن دائما معكم حتى بالاختلاف نحن معكم. اشكرك اخوي امين، اشكرك جزيل الشكر. شكرين جدا. طيب اشكرك امين. احمد اي تعقيب تفضل. الحقيقه الخرافه من اسمها خرافه يعني غير حقيقيه، فهي مش محتاجه لكل هذا الجهد في اثبات انها خرافه. اي شيء لا يخضع للمنهج العلمي هو خرافه. اي قصص اسطوريه بينادوا بانها حقيقيه وحصلت وان هي رساله لهدايه البشر الناس معتقده فيها لاسباب. في ناس حياتهم سو مزربو وعندهم احتياجات كتير ومش متوفقين في حياتهم. الخرافه بتديهم امل ان الحياه ممكن تصلح لوحديها من غير هو ما يفجر اوت يعني، ولو خلصت على كده وهي ما تصلحتش في في الاله هيدي مكافئات وهيحقق اللي انت وهيحقق لك اللي انت اتحرمت منه في الحياه الاخرى يعني. فطبعا لما تديني الوجود دي كلها ده بيريح نفسيتي جدا وبامن بالخرافه. انما لو فكرنا لو خدنا كل حاجه وخلينا تخضع للمنهج العلمي هنعرف لوحدينا ان هي خرافه وهي مش محتاجه لمجهود كبير لاثبات انها خرافه يعني. يعني مثلا انا ما افتكرش ان ممكن في انثى تحمل من غير ذكر. انت بتدعي بقى جد بتدعي ادعاء ان في انثى في زمن من الازمنه حملت بدون ذكر، الاله ما عمل حاجه ماجيك سام كان ماجيك عشان هي تحمل فحملت فجاب ابن الاله. الكلام ده انا لو تقدر تثبت لي الكلام ده في المعمل انا ادق الصليب من بكره. وكذلك الاسلام وكذلك اليهوديه وبقيه المعتقدات يعني. بالضبط اخوي احمد. على كل حال يعني انا مثل ما قلت اخوي امين يعني انا كل همي الخرافه يعني ما بدها جهود بصراحه انه ننفيها. الجهود الاصدقاء كثيره
والعلم ممكن راح ينفيها ان شئنا وابينا، ولكن انا همي الوحيد حاليا انقذ اهلي اللي غارقين في مجتمع ارهابي الى ابعد الحدود، انقذهم من هالخرافه، هي الخرافه الارهابيه الملتصقه بالارهاب. وطبعا الخرافات البقيه تبقى خرافات وانا احذر منها ودائما احذر منها، وانا لا اقف مع اي خرافه كانت الا انا مبدئي كل الناس تعرف مبدئي هو المختبر والدليل العلمي وهذا فقط. واتمنى يوم الايام انتهي من هذا الموضوع، موضوع الفيديوهات ومحاربه الارهاب والمسائل، واتفرغ للشعر. الشعر هو حياتي، هو من اول ما بدات في عمري 13 سنه اكتب الشعر، فاتمنى اكون شاعر فقط وليس مقدم برنامج او يعني انا هي جتني بالصدفه بصراحه. يعني على كل حال اخوي احمد انا اشكرك جزيل الشكر على الوقت الرائع اللي اعطيتنا اياه. كلمه اخيره بتحب تقولها بالبرنامج تفضل. الحقيقه بمناسبه الاحداث الارهابيه والمشاكل اللي بتحصل في بلادي، فانا عايز اقول لهم كلمه، احنا في ايدينا ان احنا نسعد نفسينا وفي ايدينا ان احنا نتعس نفسينا. التشدد والتعصب لفكرة معينة ده هيسبب لك مشاكل كده وأسهل من كده. إذا كنت أنت شايف أن عندك مشاكل كتيرة فأنت برضو كمان عندك حلول كتيرة. إذا كانت في مشكلة 2-10 أنت عندك 92 مليون حل. أنت اللي مش عايز تحل. أنا بشكر جيش بلادي اللي بيحافظ على أمن واستقرار بلادي، وإلى الآن وإلى يومنا هذا مع كل الأحداث اللي بتحصل في الوطن العربي لا زالت مصر وحدة واحدة وكيان واحد بمعنى كلمة دولة. صحيح هي فيها مشاكل، بس على الأقل المواطن المصري بيحط دماغه بالليل على المخدة بينام، قلبنا بينعصر حزنا وألما على إخواتنا في البلاد الشقيقة العربية اللي فيها مشاكل وفيها صراعات وفيها حروب أهلية. مش عايزين نوصل للمرحلة دي، عيب قوي لما تبقى حضارة قديمة زي حضارتنا أيام ما كان بدو الصحراء عايشين في الكهوف بيأكلوا السحالي ويشربوا بول البعير. أنت كان عندك وطن وكان عندك دولة ليها جيش وكان عندك حاكم وكان عندك زراعة وكان عندك صناعة وكانت الناس بتغير منك. الأسيويين كانوا عايزين ييجوا ياخدوا خيراتك عشان مش عارفين يعملوا زيك. انت مش تيجي النهاردة وتبقى دي حياتك وتختار هذا المنهج الرجعي ان هو يكون اسلوب حياتك. انت مصري افتخر، احنا صمام الامان للمنطقة، احنا للمنطقة كلها بتبصلنا. لما بيكون حد عايز يعرف انا هعمل ايه بيبص مصر الاول وبيتكلم مع مصر الاول. انت مش شوية، انت بس هذا الفكر هو اللي عمل لك مشاكل وهو اللي بيخليك بتعاني كل هذه المعاناة. افتح مخك، تقبل الاخر، ما بقولكش تخلى عن معتقدك بدل معتقدك ده مريحك وعز عليك. انا ماليش فيه، اعتقد ما تشاء، بس انت كمان ما تحسبنيش عشان انا احترمك وهتمشي الحياة وتبقى تمام. وانا متشكر قوي جو على استضافتك لنا النهارده، واتمنى ما اكونش اخر مره. شكرا. اكيد ما راح تكون اخر مره، وطبعا انت صديقنا وحبيبنا احمد. واصدقائي انا اشكركم جزيل الشكر على المتابعه. راح اذكركم بس تشتركوا بالقناه، تدعمونا بالقناه. طبعا اللي حابب يدعمنا ماديا للاستمراريه ولقوه القناه، مس في انا عامل حساب باتريون، ممكن المساعده تحت اللينك تحت الفيديو. طبعا كتابي ديوان همسات على ضفاف الحب كمان اللينك تحت الفيديو. اتمنى منكم اللايك والمشاركه لانه كثير مهمه حتى نوصل صوتنا لاهالينا. طبعا بكره في عنا اول حلقه في الجهر بالالحاد النسخه الانجليزيه، راح يكون معنا اخونا رياض شجاع البغدادي فيها الساعه 4 بتوقيت عصرا بتوقيت لندن. كونوا معنا. والساعه 7 بتوقيت لندن راح يكون معنا اخونا عمرو دياب. راح يكون معنا عمرو دياب، انتظرونا غدا. او دانيال عمرو، عفوا دانيال عمرو.
راح يكون معنا بكرة الساعة 7 في برنامجنا الجهر بالإلحاد. أشكركم أصدقائي وأشوفكم غدا. إلى اللقاء.